انتقال حنبال المجبري لنادي إشبيلية. أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو البارح في تدوينة اللي أنه معناها تم حسم صفقة التعاقد مع الدول التونسي حنبال. بعد ما أكد هو هذاك خبر قديم ما هو اليوم صح حسبه. أي أنا حبيت معناها أي مو فابريزيو نوف لخاطر فابريزيو نعطيك حاجة على فابريزيو تصديقا للكلام هو الخبر نهاية المطاف. أي ما هو نعطيك زاد فابريزيو رومانو في بالك هبط الخبر نورس نورس راك تو دخلت في الجو ما عادش باش نبدا هكا انت جديده وكذا الخبر هو نهايه المطاف تبدا راهو صحح بعد ما كان فابريزو البارح انا في اليوتيوب خلينا نحكيو في الصحافه انت هجين ولست صحفي خلينا نعطيك على فابريزو رومانو. فابريزو رومانو البارح هبط الجمعه اللي فاتت هبط خبر سانشو نتاع مانشستر مشى اعاره لدورتموند. استنى هو جاك القوه الجوار ما في بالوش. أيوة. الجور بارتاجا من عند فابريزيو رومانو وقال وقتاش وانك شكون هذا اللي هو طلع بالحق بشاء عارة نوفل عنده علاقات جيبه مرة عمل معاك اما مش بليد هذا البلدين الكل اخويا عنده يقلب الخيط يكلم الناس الكل نجم اي انسان يكلم. احنا نقصوا على حنبال المجبري شوية لانه انتم تتابعوا فينا في اللايف اليوتيوب ولا لايف الفيسبوك كار المنتخب باش تدخلوا ونمشيوا الكريم بشوي بشوي احنا ماناش ماشيين له اما قررنا لو كان تابعوا فينا في اللايف تنجموا تشوفوا تشوفوا كيفاش باش تدخل الكان الكار معناتها كيفاش منتخبنا توقع يبرف يترينا البارح يترينا بصفة سرية ولكن فما ربع ساعة يظل اليوم مطالب انه الاعلام يدخل وكذا في الندوة الصحفية مشاو وتابعوا الحكايات وحكاو بكل عزيمة مرياح وجلال القادر يحكاو معناتها انه عندهم عزيمة كبيرة باش يفرحوا توينسا. لومبيونس سوفيا نحكي لي لومبيونس وانت خبير لومبيونس مشجعة نعرفوها صحيح بعد الماتش لو لما لومبيونس نحس فما تفاهم في الكيب ناسيونال والحاجة اللي احنا مزهرين فيها ساعة اللي احنا الماتش متاعنا الثالث معناها نشوف المفاجأة متاع أمس والمفاجأة متاع اليوم ولو ان الماتش لو ما فيه مفاجأة ما فيش مفاجأة اليوم فهمتني باش تبدا زادة أبار الجو تعفون والشيخة والناس مفردين وجوارات معناها تحس موتيفي متحمسين سيب تكلم بالعربي اللي وجه الله احكي قول متحمسين علي ما تقولش متحمسين الموتيفي اهم شيء في اللايف قاعدين في اللايف تشوفوا في الايماج سامحونا للي مش قاعدين يشوفوا وليد وصف لنا الايماج اللي قاعدين نشوف فيها وصول حفله المنتخب الوطني التونسي وين وصلت مركز التدريبات ونزول اللاعبين قاعدين نشوفوا في اللاعبين وثم شنو التونيو اللي لابسينه اللاعبين اللون المعروف اللون المنتخب التونسي المعتاد اللون الاحمر والابيض يعني هما غدوه باش يلعبوا غدوه باش يلعبوا اكيد باللون الابيض وهو لون الانتصارات وهو لون الانتصارات بحول الله واحنا مفرحانين برشا نوفل انه قاعدين نشوفوا في اللايف من مبعوث ديوان فام يعطي صحة كريم مقني مبعوث في كل مكان يتبع المنتخب قاعدين نشوفوا في دخول المنتخب للتمارين شكون لبس الاصفر معز حسن حراس المرمى حراس المرمى الاربعه يلبسوا الاصفر والمدرب والطاقم الفني يلبسوا اللون الازرق والاسود انا بعد المجبري الاشبيلي على سبيل الاعاره من مانشستر يونايتد لمده 6 شهور خلينا نسمع صدق قحبيش في اكسترا تايم شنو قال مش علاش وقفت المفاوضات امبارح في الليل مان يونايتد تحب تزيد بند اخر اللي هي تنجم تعاود تشري حنبال بعد بعامين من اللي تاخذوا اشبيليا ب 20 هي تنجم تعاود تشريه مبلغ ما بين 26 و 28 دونك هذا الكونترا معناها دونك في الكونترا تنجم مانشستر تعاود تشري ريال مدريد سلفت ابراهيم دياز للميل وحطت لها اوبسيون داشا ب 10 مليون اورو كان انت تحب تشري ب 10 مليون اورو مين ما حبش يشري زادت عطاتها اوبسيون اخرى داشا على شرط نرجعوا اني وقت اللي نحب ب 14 معناها هذا هو فهمت معناها الجمعيه كي تبدا الكروا في لاعب خالد ديما تقرا الفيتور دونك هي كان نصحك صديقنا راه اشطر نصيحه ليه هو كي عطاك حنبال باش انت تلعبوا وترجعوا له راه حب تاخذوا خذوا اماني النجم نرجعوا بعد عامين نزيد 7 8 مليون يورو من 20 اعطيتهم لي ونرجع وهذا اللي قاله رياض البعزيزي في تلفزه الكان البارح جوار فيزيكمون قوي اللي تري جينيروز هذا حتى في الليفور نتاعو ممكن هك نرفوز شويه في متسرع شويه خاطر بحكم السن اكيد التجربه تو في
باش يمشي من مانشستر يونايتد لسيفي باش يمشي زاد كومام يعني ماشي بمستواه يعني هو فرد بوست. انت انت في المنطقه هذيك شنو اللي ناقصه بالضبط؟ ناقصه يحاول يلعب اسهل ما يمكن ماتوريتي وما نحسه يعني ينتقل من ما يلعبش في الوسط ساعات ما نعرفوش وين يلعب. بالنسبه لل يعني مادام فيزيكمو قوي ولي ديسبليني تكتيكمو ومع انترونور باهي ويصلح امور هو بيدو ينجم يصلح اموره راهو دونك حنا بعد خويا. والله انا شخصيا فرحت برشا انه مشى ساعة البطوله الاسبانيه انا ما فرحتش وما عادش نحب نتبعه. ما نعرفش انت تبع على روحك مين ملي قال نفسانين ما نمشيش ما نجمش رايي الشخصي او كنقول ملي قال نفسانين ما نجمش يجي لتونس لم يعد لدي عنده احترام ما عطيناش نكون اقوى من مع بلال. انا مزيت نظام مع بلال انه الحكايه ما نتصورش انه هذيك هي نتجاوزوها تو هذيك احنا كولد بلادنا وكان فهمتي ولا نتاعنا وقبل مليو صغير انه يلعب معنا. نقول انه المحور نتاع الاشبيليا معناها محوالة رد بالك اشبيليا اعطيني المليون نتاع اشبيليا بلال ومضروب مضروب صربي بتضرب جابوا حنا بعد حق اولادكم به. فما تصريح خطير ايوه مدرب ناميبيا قال اش قال وليد اش قال قال نعم لدي تسجيل لمباراه تونس والراس الاخضر. ما يطلع كان هو شكون الصبيح شكون يطلع كان انت فهمت انه تونس والراس الاخضر عملناه ما غير مسكرنا ما مسكرنا على رواحنا شكون سرب المدرب نبيبي قال لدي تسجيل مش حتى حكي له لديه تسجيل مالك تسجيل صوتي اللاعبين الحس الواحد عياد وليد من تتهم يا وليد سي منظر سي منظر هل صحيح انت من بعيد سجلته سي با ما كل حاجه باش تحطوها في هنا سي با نورمال لازم صافي سعيد سامحني سي المنذر نعم. يقول والله نعم. اللي انت عملت في بروفيل خاطر تجرب تعمل لايف من بروفيلك تاع الفيسبوك عملت في بروفيل شنو البروفيل قدور قدور حاجه هكا عم قدور اي صحيح عم قدور وعملت لايف وانت متخبي سي فري شنو المشكل هكاك هكاك كشفنا قدام منتخب المنافس انا جلال ينحطمو يحطمني احنا اليوم سامحني انا نحب السيابي ونحبك اما يلزم جلال يحطمك خاطر نحبو تونس مش مشكل معناها مش مع المنتخب سي صافي تو يعجبك كلام سي المنظر سي صافي ولي يعجبني ولي كذا شو يعني شو يعني في شيء يعني خرج من المنتخب يعني جلال لعب له اللعب يعني جلال اصبح ذيب يعني جلال ربما سيحمل كاس افريقيا موجود هذا في اثيوبيا في جيبوتي يعني ما ترشحش جيبوتي لا تترشح لا تلعب كرة القدم هذه الكرة اللي فيها كذا وميكماك وهذا وهذا يضرب هذا وهذا كذا هذا اللي يلعبون كرة القدم واضح ترى بلاي نحكيو شوية مصر نورس اش بيك مراهوجة نورس اثروا علي أخبار عندك ميسيون أخرى باهي يمشي نحكيو على ماتش مصر والموزمبيق اللي انتهى البارح بتعادل 2-2 خلينا نسمعوا كيفاش علقوا المصريين ونرجع خيبة أمل اليوم أول مباريات منتخب مصر مع موزمبيق الوضع كان موزمبيق فعلا لقد تزنبقنا اخر زنبقه واتفضحنا وكانت فضحتنا زي الحرامي في المولد فين منتخب مصر فين اللعابه فين الناس اللي عم تلعب المنتخب تايه في الملعب لعب عشوائي مفيش ولا كره منظمه مفيش ولا هيمه منظمه مش عارف المدرب عم يعمل ايه حاجه هو احنا رايحين نصيف في كوتيفوار واحنا رايحين ايه ناخد الشيء ولا ايه حتى يا عم فيتوريا ايه عم فيتوريا ايه عم فيتوريا طواطم مش كده يا اخي مش كده يا اخي انت كنت بتلعب فرق في مستوى موزمبيق دي مش عارفين نكسب موزمبيق بداية سيئة وزي ما شفنا منتخبنا في النسخة اللي فاتت وأداء باهت في أول لقاء قدام نيجيريا بالخسارة 1-0 النهاردة أداء باهت لكنه مش قدام فرقة من الفرق الكبيرة في أفريقيا فرقة موزمبيق من الفرق اللي تعتبر فرقة صغيرة فرقة في المتناول غضب كبير غضب كبير محليهم المصروى يكبروا يريد كان تربح تهوما بيدهم يا مصر يا أم الدنيا وديما عندهم الشر متاع كاس افريقيا وضرب الكشف انه افريقيا رغم الظلم رغم الفمني الحجره كما نقولوا احنا للقاره هذه كاس اسي هاو ميمش فرض وقت
تقريبا ما حتى في اسيا ما لا يحكيوا عليه في اسيا مش في اسيا مش ماخذ كيكي معناتها نوفل حتى بالنجوم يعني اذاعة اسيا افهم تعرف عليها تحكي على كيساسي ولا تبعت شوي عندي اصدقاء خيك مستمر في الافريكا بلال تك الوحيد يمكن في افريقيا اللي تعرف كيساسي هو بابا فهمني ولا تقريبا الوحيد باهر عوجي باش تقدم لكم الاخبار ثم حمد امين خنوش الرياضه نرجع لكم في الساعه الثانيه باش نكملوا شوي اخبارنا ورس في الساعه الثانيه برشا العاب تستنى فيكم هذه ديما لاباس صباح الخير تونس